معانا صدور فراخ محشيه بالسبانخ وبالجبنه، كيلو صدور فراخ، الحشوه محتاجين بس صدور فراخ تكون صحيحه، الحشوه كوبايه سبانخ مسلوقه ومعصوره، كوبايه جبنه شيدر حمراء مبشوره، نص كوبايه جبنه فيتا، كوبايه بشاميل سميك القوام، وفي نص كوبايه جبنه موتزاريلا، معانا ملح وفلفل اسود، ومعانا طبعا زيت ومكرونه شرايط او اسباكيتي مسلوقه، معايا كوبايه صوص ابيض خفيف. هنشوف هنعمل الحاجات دي ازاي. مكونات البشاميل طبعا انا عاملاه لان احنا عملناه كتيره جدا. المكونات التقيله معانا معلقه كبيره دقيق، معلقتين كبار زبده، لا ده للصوص الخفيف، كوبايه ونص حليب، مكعب مرقه، وربع معلقه صغيره فلفل اسود. ده المكونات الصوص الخفيف. انا عامله صوص تقيل اللي انا قلت لكم عليه هيبقى في الحشوه معايا اهو جاهز. حطيت معلقه زبده عليهم معلقتين دقيق ونص كوبايه لبن حليب. هنا كده هاخد معايا كده ادي الحشوه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مغاد؟ عامله ايه؟ ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟ ودي الحشوه القديمه اللي انا كنت حاشيه بيها النسخه. الحمد لله كويسه. كنت عامله ايه؟ الحمد لله والله كويسه في نعمه الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله بخير الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله يا حبيبتي. ممكن اطلب منك طلب بس؟ طبعا اتفضلي تأمري. عايزاكي تقولي بس على طريقه مخلل الجزر وازاي بتعملي لنا محشي الكرنب. حاضر، عينيا الاثنين، تسلمي. والله افكارك حلوه جدا، هعملهولك قريب جدا جدا، عيني الاثنين. متشكره قوي يا حبيبه قلبي. عايزه طلبات تانية؟ ليكي طلبات تانية معايا؟ الله يخليكي. شكرا يا حبيبه قلبي، تسلمي. بصوا بقى كده، انا حطيت معلقه كبيره من الصوص البشاميل، او هو مقدار الصوص البشاميل التقيل، خلطت عليه الجبنه الفيتا وخلطت عليه الجبنه الشيدر الحمراء والسبانخ. السبانخ جبتها غسلتها كويس جدا، فرمتها بالسكينه ونزلتها بربع كوبايه ميه على النار. اول ما بدات تنزل الميه بتاعتها خدتها تحت الحنفيه شطفتها وعصرتها كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده، ما فيهاش اي ميه خالص. هنا طبعا معايا صدور الفراخ بالشكل ده، الصدر سليم، صدر الفرخة اهو سليم، بس هنا كده هبدأ اخد ايه، هاخد شوية زيت اسخن بيهم الطاسة. بسم الله. هنا كده معلقة زيت ولا معلقتين زيت على قد صدور الفراخ اللي عندنا. طبعا احنا عارفين انا هنا عاملة عشان الوقت، عامله نسخه، لكن احنا في البيت بقى طبعا هنعمل من الاول، والكميه اللي انا قايله لكم دي هتكفي ان شاء الله الحشو. باخد كده الصدر كامل على بعضه، في بتبقى هنا كده حته فيليه طايره كده، ما شاء الله تسلم ايدك اهي، ادي النسخه، بس انا سبت واحد اعمله معاكم على الهوا. هنا بتبقى في حته لحمه فيليه كده، الحته دي انا طيرتها بالسكينه بس حافظت على الصدر كامل اهي، ادي الصدور اهي اللي هي الحته الفليل متقطعه من الكيلو، طلعته وخدته شويه عشان نعمل بيه الحشوه الثانيه اهو بالشكل ده. ادي الصدر كده هقلبه، هروح فتحاه بالسكينه بس نراعي ان احنا ما نجرحش اللحم، يعني عايزين الحشوه تبقى جوه نعمل جيب كده اهو بالشكل ده، بوسع كده بالسكينه اهو، بصوا ببدا ايه اهو كده اهو بالسكينه، واوسع اوسع لنفسي من غير ما اجرح اللحم اهو. احنا شايفين كده اهو، شايفين الناحية التانية كده اهو كده، بصوا السكينة بتدور ازاي زي المقورة كده في البتنجان، شايفين اهي بالشكل ده. طيب انا عملت كده ووسعت لنفسي خالص، اتأكد بصباعي ان كل اللحم متسلك تمام، هبدأ احشيه. بس هنا الزيت سخن، هبعده شوية عن النار. بسم الله. هاخد كده هبدأ احشي الصدر ده بالفرسة اللي احنا عملناها، اللي فيها البشاميل وفيها السبانخ وفيها الجبنة اهو كده. طبعا هو بالجوانتي بيبقى الموضوع ايه، مجهد شويه، لكن في البيت بقى ان شاء الله بايدينا كده نبقى غسلينها كويس جدا ونشتغل، هتبقى جميله قوي. طبعا عشان والله ويستحسن كمان علبه الجوانتيات تبقى في البيت للحاجات اللي زي كده، نحمي نفسنا. ست البيت بتبقى مثلا يعني ساعات مجروحه ملسوعه في جرح في ايديها، فيبقى احنا ايه نامن نفسنا من اي حاجه، ان الفراخ طبعا بيبقى بكتيريا بتعمل بكتيريا، خصوصا لو الجرح مكشوف، يعني يبقى ايه امان لينا احنا اكتر اهو بالشكل ده كده. ادي حشيت كويس جدا اهو كده، حشيت الصدر كويس جدا، واتاكد ان الحشوه داخله لجوه اهو كده. طبعا ممكن الجبنه الشيدر او الجبنه الفيتا تبقى قطع، بس انا هرستهم في بعض.
اهو بالشكل ده شايفين، واضغط كده لتحت زي المحشي، اسقط فيه ايه الحشوه لجوه كده اهو بالشكل ده. بعد ما اتاكد كده ان هي بقت محشيه تماما، هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اخد الحشوه على النار، الطاسه على النار اللي انا هسوي فيها، عايزه اشمع الصدر ده وبرده اديله تسويه، هنزله كده والطاسه سخنه تمام هنا كده. الو صباح الخير يا شيف غاده. صباح الفل يا مدام ناديه حبيبه قلبي، ما تحرمش منك يا رب. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ايه الحلاوه بقى اللي انت عاملاها والمفاجاه؟ ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي والله يا شيف غاده بجد. الله يخليكي. يعني انت مش حرمانه من حاجه. الله يخليكي يا مدام ناديه، تسلمي يا حبيبتي. وصفاتك جميله بسم الله ما شاء الله، وبشكرك طبعا الف شكر انك بتلبي طلباتنا. يعني ربنا يخليكي، ده واجبي يا مدام ناديه والله. وان شاء الله كده باذن الله يبلغنا رمضان على خير، وهتبدعي بقى اكيد معانا باذن الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعيننا ويقدرنا، نعمل وصفات كمان احلى واحلى باذن الله. باذن الله يا حبيبتي ان شاء الله، وتكوني بخير كده وواقفه ومنورانا. انت عامله ايه؟ وحشتيني. انا والله الحمد لله بخير ونعمه الحمد لله. تسلمي. وازاي الحاجه وازاي بيتك كله بخير؟ والله الحمد لله كلنا في نعمه. ان شاء الله قناه البرنامج يكون كلهم بخير وسلام يا رب. ربنا يخليكي يا مدام ناديه. تسلميلي وتسلم. انا بعت لك السجق اللي هو الحواوشي، وصلك؟ والله هشوف، معلش انا بعت على بيتك ومصبحك وعلى صفحتك. هفتح واشوف. حاضر. وعلى صفحتك والله. عينيا يا مدام ناديه. اصل انا بصي لا مؤاخذه يعني مش بعمل بالتدريج، اللي بعمله ببعته يعني. ابعتي على اي اللي حاجه عملتي. حضرتك تبعتي على اي حاجه وانا هشوفها على طول، ما تقلقيش. ببعت على الاثنين والله، بعت الصدوق ده من بدري الاسبوع اللي فات. اكيد هينزل، اكيد النهارده هينزل معانا ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. ان شاء الله. منوره منوره، وتحياتي لكل مشاهدينك المحترمين. ربنا يخليكي يا مدام ناديه. تسلميلي. وكل سنه وانت طيبه، عيد الام باذن الله. وحضرتك طيبه وانت بخير وسعاده. تسلمي حبيبه قلبي، تسلمي مع الف سلامه. الله يسلمك. هنا انا خدت طاسه فاضيه معايا طبعا البشاميل التقيل، عملته اللي انا كنت عاملاه، طبعا بقى مني كميه، بدل ما اعمل بشاميل جديد خدته، خففته بكوبايه لبن حليب واضربه كده بالمضرب السلك كده بالشكل ده عشان يدوب كله مع بعض اهو بالشكل ده. وهنا طبعا نزلت الصدر بعد ما انا حشيته، نزلته في الطاسه اهو، وخد لون من جميع الجوانب اهو بالشكل ده. عارفين الصدور ما بتاخدش اي وقت، يعني ما فيش اي مجهود، بتكون استوت كده بالشكل ده. طب انا هعمل هنا، عندي هنا بقى صاج للفرن، نبعد ده كده. بسم الله. عندي صاج للفرن، هبدا اخد الصدور اللي عندي نفس الطريقه بالظبط اهو بالشكل ده كده. هنا كده بقلبه كويس جدا عشان يدوب معايا. هنا اتاكد بس ان هي من جميع الاتجاهات كده خدت لون حلو، درجه الحراره بتوصل لها كمان سريع، علشان انا عامله لها جيب تجويف، مش اللحم قافل على بعضه، لا هي وصل لها حراره بدليل ان الجبنه جوه بدات تسيح وانا شايفاها بدات تنزل اهو. شايفين اهو كده درجه الحراره واصله لها في كل اتجاه اهو. ابدا اضغط كده على جزء، شايفين الجبنه بدات ايه تطلع، لو في حتت فيها فراغات صغنونه من سن السكينه بتطلع منها، ده دليل ان هي الحراره واصله كويس جدا. انا بقى باخدها بالشكل ده كده، طبعا هنا مكانها على طول عندي صدور الفراخ، هبدا انزلها كده تشميعه على طول كده تمام، تشميعه كده في صدور الفراخ. الو يا ندى، يا ندى، يا ندى، يا استاذ احمد، صباح الفل. صباح النور يا ابو. ازاي حضرتك يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. انت انا بحب ربنا يخليك يا احمد. ايه ده انت صوتك صغنون يا احمد. لا انا عندي 14 سنه. ربنا يخليك. انت عامل ايه يا احمد؟ كويس الحمد لله. انا عايز ممكن اعرف ارد البيتزا؟ اه
البيتزا. حاضر يا احمد، عينيا. انا قلت البيتزا المره اللي فاتت انت اللي كنت طالبها ولا كان مين طالبها؟ لا انا اول مره تشارك. اول مره تتكلم. حاضر، عينيا الاثنين. عينيا يا احمد، اقول لك على البيتزا. عينيا الاثنين. شكرا يا احمد لتليفونك. هنا كده باخد الجبنه الموتزاريلا كده على الوش اهو، ونخلي شويه للمكرون. تمام. هنا بقى دي هدخلها تحت الشوايه كده على نار هاديه، الجبنه تسيح عليها وتحمر كده، يعني الجبنه دي تاخد تحميره خفيفه جدا ونطلعها. تمام. الله يسلم حضرتك. هنا كده هنسيبها بس دقيقة ولا دقيقتين. وهنا معانا الفراخ، لا نقلب بقى هنا كده في دي. أنا حطيت ومعايا التليفون، أنا حطيت شوية التوابل اللي كانوا متبقيين معايا حطيتهم هنا، وهبدأ آخد تمليحة للفراخ دي بالشكل ده كده. حاضر كده، هناخد شوية فلفل أسود مع التوابل اللي أنا حطيتها كده. شايفين الصدور بتستوي على طول، ما بتاخدش اي وقت بالشكل ده. هروح منزلاها على طول على الصوص اللي معايا اهو كده، اهو اقلب كويس جدا بالشكل ده. وكمان معايا بقيه الفرسه اللي احنا حاشين بيها اللي كان فيها السبانخ، ناخد هنا كده الجبنه والسبانخ اهو، الجبنه الشيدر الصفراء مع السبانخ مع الصوص اللي كان تقيل عندي بالشكل ده. هاخدهم انزل فيهم المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده اهو، اردهم بس على النار كده مع بعض على الهادي كده، علشان ايه الفرسه او الخلطه اللي كانت معانا تدوب كويس، وكمان الفراخ تتطعم من الصوص اللي احنا عاملينه. احنا طبعا حطينا عليها الفلفل الاسود، مش محتاجه بقى تاني على الصوص احط فلفل اسود. هبدا هنا هنزل عليها المكرونه الاسباجيتي. طبعا تمشي بالمشروم، يبقى ده طبق كده لوحده، المكرونه بالصوص الابيض مع الفراخ والمشروم تبقى في منتهى الجمال اهو الشكل ده كده. انا هقلبها وهبدا اغرفها على بال استنى الصدور لما تطلع من الفرن. هنطلع فاصل صغير ونرجع من الفاصل نعمل الوصفه الجايه. ثواني وراجع لكم تاني، انتظروني. خلصت الثواني ورجعنا مع بعض تاني. قبل الفاصل طبعا كنا بنعمل الفراخ اللي محشيه بالسبانخ والجبنه، حطيناها بس في الفرن تحت الشوايه تاخد لون خفيف. شايفين الجمال بقى، بتطلع من الفرن تحفه، طبعا مستويه من جوه والحشوه فيها تجنن. وطبعا عملنا المكرونه معاها صدور الفراخ ومعاها السبانخ بالجبنه اللي كانوا متبقيين مننا، وزودنا الصدور اللي كانت قطع مكعبات من الفيليه اهي، والفرخه الكبيره طبعا اللي باللسان عصفور. حطينا اللسان عصفور اللي احنا كنا سويناه لوحده مع بقيه الكبد حطيناه، وحطينا عليه الفرخه بعد ما تطلع من الفرن. طبعا هي ناقصها تسويه شويه، احنا في البيت احنا بقى في البيت لازم ناخد وقتنا في تسويه الفراخ بالشكل ده، هي تطلع لنا بالشكل ده.